اللي بينعمل الكتاب وكبارية اريزونا ورا اعلان عن اريزونا. لما جالكوا رئيس محترم قوي يحافظ على كيان النادي ادي الزمالك وده اعلان عن اريزونا. كان الزمالك بتاعكم بتاع زمان. بل في زمالك محترم اعلان عن كباريه اسمه اريزونا اهو شارع الهرم اللي راح حاطط لكم من اعظم البرامج الراقصه شو ده الزمالك اللي بتتكلم عنه. لما جالك راجل راجع هيبي في النادي بقى نادي قيمته تاني اهو ادي نادي الزمالك وادي اعلان اريزونا كباريه في العصر المنيل بتاع شريف فيه. راجع الزمالك قيمته واحترامه وهيبته. اول نادي يبقى في حاكم يسمي النادي باسمه الملك فاروق. هذا النادي كان رئيس في يوم من الايام حيدر باشا وزير تحت وزير الخارجيه المصري. نادي عظيم انتوا اللي بتوع ارض. اتكلم في ايه؟ هحكي قصتك دلوقتي. الملايين اللي اتاخدت غلط. الكذب اللي انا عمال اسمعه تشويش وشوشره. ده في زمالك قوي. ايوه ما رحناش. لان انا ملتزم بالله وملتزم بقرار رئيس الاتحاد الماتش يوم الثلاث. لكن لو الماتش يوم السبت ولا اتاخرت خمس دقايق بعد الجدول اللي انت عامله لي قول لي ان انا مش عايز اروح. وقلة أدب بقى وبلطجة وسفالة وده يعيط وده ينطق ها ومتحملين مش مشكلة كل ده بس مشكلة ناديكم اللي انتوا بتهدوا فيه بتاع الإعلام بتاع الكباريه ومتحملين ونرجع الزمالك تاني الزمالك القوي الزمالك اللي ما بيخافش الزمالك اللي بيحترم اللوائح والقوانين حملة مسحورة من ولاد الزمالك للاسف هم اللي عاملين حمله. وانا عمال اتفرج على مهزله بقالي اسبوع، فاكروا هيجوا يقفوا معانا؟ واحنا اصحاب قضيه، اصحاب حق. وبعد كده يا اخي بقى صفي حساباتك.